فقرتنا اليوم خصصناها للمرأة الحامل لنحكي بالتفصيل عن مرحلة الولادة كيف بتتم وكيف يتم تحديد موعد الولادة يا سلمى، وفي نوعين للولادة. صحيح. يمكن هلا الغالب سلمى مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه صارت الولادات القيصرية هي موضة. صحيح. للأسف ليلى، يعني معروف أنه الولادة في عنا ولادة طبيعية ولادة قيصرية. إمتى بيكون على السيدة الحامل أنه هي تلجأ لأحد النوعين؟ طبعا هذا الشيء بيحدده الطبيب وليست السيدة ورغباتها، وأنا بدي هيك، لا ما بدي هيك، رفيتي عملت هيك، جارتي عملت هيك، كتير تفاصيل وأسئلة عن الولادة والتهيئة لها رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسان غاوي، اختصاصي بجراحة النساء وأيضا التوليد. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور خلينا نحكي عن موعد الولادة، كيف بيتم تحديده، على أي أساس بتعتمد، وخصوصا يمكن اليوم وصلنا لمرحلة بين الولادة الطبيعية وبين الولادة القيصرية، لكن كيف بيتم بشكل عام تحديد الموعد المناسب للولادة؟ هي كل وحدة حامل دائما حالة خاصة، يعني ما في وحدة حامل تشبه تاني مثل ما قالت سلمى. مو والله انا جارتي ولدت قيصري معناتها انا لازم اروح ولد قيصري، جارتي ولدت طبيعي معناتها لازم ولد طبيعي. هي بتحدد حسب ظروف الحمل وظروف الحامل، وهي بشكل عام 9 شهور 280 يوم او 40 اسبوع، هيك بنحسبه من تاريخ بدايه الحمل. هذا بيصير مثلا اذا وحده بدها تولد قيصري ما بنوصلها لاخر التاسع، بنولدها على 38 اسبوع 39 اسبوع اذا ما في مشاكل. اذا بدها تولد طبيعي لا، بتوصل للتاسع، ما اجاها المخاض بتخلص التاسع، وكمان بنعطيها كم يوم زياده عن التاسع لحتى يبلش المخاض عندها بشكل تلقائي. ما في قاعده بنقول انه بدنا نولد بهذا اليوم، كل وحده حاله حسب خاصه حالتها. حسب متابعتها مع الطبيب طبعا. اكيد. طب دكتور خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه، اليوم الولاده الطبيعيه لها تهيئه خاصه فيها وإلى مراحل، تمام. عدد ساعات، امور ثانيه، اذا بتاخذ مثلا في ناس تاخذ محرض في ناس لا، والقيصريه كمان لها شروطها، في ناس تاخذ ابره في ناس ما بتاخذ وما الى ذلك، فينا نشرحهم؟ تمام. قبل ما نعرف يعني هيك، تمام. ولو فروقات بسيطه بيناتهم، الموضوع كثير معقد ومتشعب، بس فينا نقول نحن انه نحن الخط تبعنا، انا كطبيب نساء الخط تبعي هو الولاده الطبيعيه، ممكن يتفرع بأي لحظة بهالحمل لولادة قيصر، يعني واحدة ماشية معي طبيعي فجأة مثلا بآخر شهر البيبي دوّن، صار راسه لفوق، صار مقعد ما تهيأ لينزل، هذا يعني صار في عندي خطر، أنا صار بدي أعرض على المريضة قيصري وبعطيها الفرق بين الطبيعي والقيصري. واحدة مثلا صار عندها تسمم حمل وتدهورت حالتها بسرعة، تكون ماشية طبيعي كل الحمل ساعتها بدي لها لا بدي أخذ قيصري. حمل توأمي مثلا، واحدة عندها المشيمة مثلا تموضعها مو طبيعي، تموضعها سفلي، بيبي ما راح يقدر يطلع، ممكن صرنا قيصري. كنا داخلين بالمخاض، اثناء المخاض مثلا صار في تعب جنيني، الجنين ما قدر يتحمل الضغط تبع التقلصات تبع الرحم، صار في عنده نزول بالنبض وبالتالي صار في خطر على حياه الجنين، هون ساعتها ما عاد عندي مجال كفيله طبيعي بالولاده يروح قيصري. فبتختلف يعني من شيء لشيء. هلا لما نهيئ، نحن بنهيئ لولاده طبيعي، بنعطيها تعليمات انه انت حتولدي طبيعي، وصار انحراف عن المسار خلص ما عاد في عندنا مجال يعني. طب دكتور اليوم في سيدات في حال كان الامور الحمل طبيعي وصلنا للشهر التاسع ما في اي اشكالات من اللي ذكرتها حضرتك، لكن اليوم في بعض السيدات بيحبوا انه يختاروا انه انا بدي اقول الطبيعي او قيصريه، حضرتك كطبيب ممكن توافق على هذا الشيء ام حسب شو بيناسب صحيا للمرأة؟ طبيا واخلاقيا طبيا هو القرار الاول والاخير للمريض. يعني هي بتتابع معي بتقول لي انا بدي قيصري، انا ما عاد عندي حل، خلص هي بدها قيصري بالنهايه جسمها وجنينها، فانا ما فيني ناقشها بالقرار، بس انا بعطيها نصيحه طبيه خلي يكون القرار شوي مشترك بيني وبينه، بس هو الكلمه الاولى والاخيره للمريضه، قل لي اخي انا بدي قيصري خلص منتهي الموضوع من عندي، خلص ما عاد عندي مجال، فهي قيصري، بس انا لما تقعد تختار قيصري انا بدي اقول لها الطبيعي هيك والقيصري هيك، انت القيصري مثلا في عندنا جرح، احنا عم نجرح البطن، عم نجرح الجلد، عم نجرح الشحم، الطبقات المغطيه للرحم، عم نفتح الرحم، يعني احنا عم نفتح اعضاء، تمام بالنهايه. والطبيعي نفس الشيء، انا بدي اعرض عليها كمان انه نحن عم نشق المنطقه من تحت، هي المنطقه ممكن يصير فيها مثلا توسع مع الوقت مع الولاده الثانيه والثالثه، بجوز تحتاجي مثلا عمليات تجميل، فهذا كله هو قرار المريضه، بس انا بعرض عليها كل الاحتمالات وبنحاول ناخذ القرار سوا، بس الكلمه الاخيره لها طبعا. اكيد. دكتور ما انك حكيت عن الشق والجرح والعمليه وما الى ذلك، هلا للاسف صار عندنا يعني
حدا تاني غير الأهل والرفقات والسوشيال ميديا. يعني اليوم تفتح الفيديو صار بتلاقي فيديو 20 ثانية 30 ثانية على الانستا عم يعطيها هيك بده يصير معك وهيك بيصير. وهل تتخيل أن الولادة الطبيعية هي مثل كأنه انكسر لها 49 عظمة للمرأة؟ فصار في أحيانا خوف، وخصوصا عم نحكي عند اللي هي مثلا صبية عم تولد لأول مرة، ممكن التجربة تخوفها أنه إيه أنا ماني مثل أهل زمان رح أتحمل هذا الألم أو كذا. في ناس أنه لا لازم تعملي شق، وإلا أنت ممكن يصير عندك مشاكل، ممكن يصير شق اختلاطات. فخلينا نحكي عن شو ممكن يصير أساساً بالولادة لحتى الناس ما تأكل هم 100% هذا الخوف يعني المصطنع. الولادة الطبيعي بشكل عام أي وحدة حابة تولد طبيعي ما عندها مشاكل فهي عندها فرصة 60-70% تولد طبيعي. يعني هي فرصة، هي المينيموم، إذا نحن ساعدناها عم نرفع النسبة. بس مشكلة الولادة الطبيعي وين؟ مشكلة الولادة الطبيعي إنه أثناء الولادة ممكن المريضة تتعرض لمخاض 24 ساعة، ضلع تطلق فترة طويلة جدا، وآخر شيء نوصل على توسع كامل 10 سنتي بيجي رأس البيبي لا يطلع، بيوقف بيغير وضعية رأسه، وبالتالي ما عاد فينا نحن نعمل شو محظوظة تماما. بدنا ساعتها نعمل قيصري، هم تصير القيصرية كارثة لسه أكتر أصعب بس تماما. بس كمان بوجهة نظر تانية إنه الولادة الطبيعية إذا مشيت كويسة المريضة بعد يومين قامت على بيتها ورجعت لحياتها الطبيعية. بس كمان في نقطة تانية، القيصرية هلأ مع المسكنات ومع التخدير وكذا ومع المضادات الحيوية يعني عم بتصير عم بتقل فترة الاستشفاء. كان فترة الاستشفاء تطول، هلا عم بتقل شوي، يعني صارت المريضة عم ترجع، وخصوصا اذا محافظة على وزنها منيح اثناء الحمل يعني عم بتكون فترة الاستشفاء عندها اقل. وقديه فترة الاستشفاء الطبيعية للولادة الطبيعية او القيصرية؟ هلا القيصرية عم بتكون تقريبا الاستشفاء لترجع لحياتها الطبيعية تماما وترجع تعمل رياضة وتمارس حياتها الطبيعية عم تحتاج لشهر على الاقل. الولادة الطبيعية ممكن خلال اسبوع ترجع لحياتها الطبيعية اذا كانت الامور ميسرة. تمام دكتور، في سيدات بيولدوا ولادة قيصرية بالمرة الأولى، هل من الممكن أنه بالمرات الثانية ممكن أنه يولدوا طبيعي؟ تمام. حسب القيصرية اللي عملتها أول مرة، يعني واحدة مثلا جنين مقعدي وعملت قيصرية عادية، فاتت على المستشفى عملت قيصرية بكل بساطة وراحت على البيت بدون أي اختلاطات بدون أي شيء، طبعا هي فينا تحاول تولد ولادة طبيعي مرة ثانية. بس طبعا هي لازم تعرف أنه الرحم عنده مجروح ونحن مخيطينه يعني مثل مثلا المشقوقه كنزه وخيطها صارت نقطه ضعف، فهذا الرحم لما يرجع يتمطط مره ثانيه ويكبر ويصغر في احتمال هذا الجرح ينفتح اثناء الولاده الطبيعيه. بس الاحتمال كثير قليل، هو تقريبا 4-6 بالالف. يعني اذا 1000 وحده عندهم صوابق قيصريه تماما طلعت من دول اربعه حظ، عرفتي؟ اما اذا كانت القيصريه السابقه لا والله هي كانت مثلا نحيفه وقصيره ومولده ولد، كانت فايته ولاده طبيعي والولد صار في تعسر ولاده وراحت قيصريه، هون صارت القيصريه الثانيه افضل لانه نحن متوقعين انه اوريدي يصير نفس الشيء اللي صار معك بالقيصريه الاولى. فمثل ما تلاقي كل وحده حاله، بس بشكل عام إيه؟ اللي عنده قيصريه اولى ممكن تنعطى فرصه تولد طبيعي مره ثانيه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن تسمم الحمل اليوم. تمام. قلت اذا حدا صار عنده تسمم حمل فانا بروح لخيار القيصريه. تمام. من شو ممكن يصيب السيده؟ تمام. تسمم الحمل هو حالة بتصيب بسبب المشيمة. الحامل ما له علاقة والجنين ما له علاقة. بالأثناء الانغراس بتعرفي الجنين بيطلع بيصير فيه الإلقاح، بينزلوا من الأنبوب، البيضة الملقحة بتعشش بالرحم وبتكبر مع الوقت. التعشيش فيه له موجتين، موجة على 3 شهور وموجة على 5 شهور. شو يعني موجة؟ يعني هي المشيمة بتبلش بتغرز بقلب الرحم. أحيانا هذا الانغراس بيكون مانه كامل، بيكون في مشكلة بالانغراس، وبالتالي بيصير في ضعف بضخ الدم للجنين. فالمشيمة مشان تزود ضخ الدم للجنين تطرح مواد بجسم الحامل لترفع الضغط بجسمها، وبالتالي يزيد الضغط. بتعرفي انت رفعت الضغط مثلا بنربيش مي كبستي عليه شوي فبيزيد الضغط، فنفس الشيء بصير ترفع الضغط ليفوت دم اكثر للجنين. هذا عم بيفيد الجنين، بس بشكل عام شو عم يعمل؟ عم بيضر الحامل، فبتلاقي عم بيرتفع ضغطه. بشكل عام الحامل اللي بيصير عندها تسمم حمل ممكن تولد طبيعي بنحرضها على بكير، بس اذا تسمم الحمل تدهور بطريقه كثير سريعه ضغطه كثير عالي ساعتها هون ما عاد عندنا حل، ننزل الضغط ونولد قيصري. هي الفكره. بس ما في شيء اسمه تسمم حمل قبل 5 شهور لانه لسه ما الميكانيزم تبع الموضوع لسه ما صار، ما بلش حصرا بعد 5 شهور. وكل ما بلش ابكر كل ما بيكون اسوء، كل ما بلش متاخر كل ما بتكون الامور مسهله اكثر. طيب دكتور، هيك بنبذه بسيطه بس نعرف شو هو تسمم الحمل بشكل عام. تسمم الحمل مثل ما قلت لك هو خلل بانغراز المشيمه بيترافق مع ارتفاع بالضغط، الكلاوي بتتاثر بارتفاع الضغط بتصير تطرح بروتين بالدم او زلال
يعني تصير البروتين تلاقي حتى المرأة الحامل بتفوت على الحمام بتلاقي البروتين في البول في شويه رغوه يعني في زلال في بروتين في البول وبتحس بجسمها عم يتنفخ زياده عن اللزوم. هذا تسمم الحامل بشكل عام وارتفاع بالضغط. طبعا بتصير من شيك لضغطه بنلاقي ضغطه بس بيصير مرتفع بطريقه يعني خلص ما بقى ينزل. ضغطنا الطبيعي للحامل هو 110 يعني 11 على 7 مثلا وبالحمل بينزل شوية الضغط عند الحامل. لا هي مثلا بعند 113 على 9 14 على 9 ترتاح بضل 14 على 9 هذا معناته لا خلص في شيء غلط صاير وفايته هي بتسمم الحمل. يعني دكتور اوقات عم نسمع هلا الفترة الأخيرة شغلة كتير طالعة موضة أنه أنا بدي أعطي إبر رئتين للجنين يعني. وبآخر الحمل هلا هذا الشيء مين بيحدده كمان؟ يعني بحدد... أنا الأهل وبدي أعطي إبر وبروح لعند الطبيب طبعا فينا تروح تأخذ الإبرة وتشتريها وتأخذها وتخلص من الموضوع مع الأسف بس هي إبرة كورتيزون. واحدة مثلا أنا عندي واحدة عندها ولدين من قبل مولدتهم على السابع جاي لعندي بالسابع اكيد بعطيه ابرة كورتيزون لانه انا بتوقع انه هلا احتمال هو الرحم عنده مهيئ للسابع تماما فانا لازم اعطيه اياها هي بس بتعمل نضوج لرئتين الجنين فاذا طلع بصير احتمال دخوله لحضانه اقل. عرفتي وحده مثلا جاي وعم تنزف نزيفه بسيط وعندي انا فرصه 24 ساعه دخلها على المستشفى وراقبها واخذها قيصريه ثاني يوم بعطيها اكيد ابره كورتيزون بساعد الجنين لفتح رئتين. عرفتي اما وحده والله حامل وماشي امورها منيح بدي ادخلها على كورتيزون على جسمها خربط لها السكر وضر الجنين ونفخها بالسوائل يعني ما اكيد غلط ما في داعي اكيد غلط. طيب دكتور في حال تعدد الولادات القيصريه يمكن في مده معينه لازم تكون بين كل ولاده وولاده في كل تماماً. ولدين ثلاثه اربعه خمسه قديش المده النظاميه او الصحيه اليوم للمراه؟ 18 شهر هي الفتره الافضل مو بس بين ولادتين قيصريتين بين كل ولادتين يفضل سنه واكثر مو مشان شيء مو مشان جسم الحامل يعني لتعمل ترميم للعظم بتعرفي الصدر كثير بيتاثر عند الحامل بيصير في ترهل بالصدر عرفتي المنطقه العجانيه بترجع العضلات بتمسك شوي على بعض عرفتي كل هي بتفيد الرحم بيرجع بيتماسك اكثر يعني لازم يكون في فرق على الاقل 18 شهر او سنه ونص لحتى نقدر نقول يلا هلا صار فينا نفوت على حمل ثاني. طب دكتور شو الضرر اللي ممكن يحدث اليوم للمراه في حال تعدد الولادات القيصريه؟ اكيد تعدد الولادات القيصريه يعني تعدد العمليات الجراحيه يعني كانه وحده فايته عامله 4 عمليات جراحيه ببطن التصاقات بتصير احتمالها اعلى نحن عم نعرض الاعضاء الداخليه للهواء الخارجي فبالتالي الجسم عم بيعمل ارتكاس للهواء الخارجي للي دخل عم بتلاقي مثلا الامعاء بلشت تلزق على بعضها المثانه مثلا بنكون عم تشتغل قيصريه بسبب الالتصاقات بيكون الرحم هون بنلاقي المثانه طلعت فوقه قعدت فوقه فبالتالي بدي اضطر نزل المثانه او افتح المثانه بحد ذاتها وفوت وطلع الجنين عرفتي يعني الموضوع بشوي بصير معقد بس في حوامل فوت انا مثلا انا مره عملت قيصريه لوحده عندها 7 قيصريات فتحت لها العمليه والله كانه بكري يعني ما انا قاعده اي والله فتحت البطن العمليه خلصت 25 دقيقه عرفتي كل وحده اختلافها شيء وعلى فكره في نقطه حلوه هي يعني الحوامل حلو يعرفوها اللي عامله قيصريه من قبل الجرح القديم اذا كان كثير غامق يعني ارتكاس الجلد للخياطه وكذا كان كثير غامق بلش يسود وكذا هي احتمال يكون عندها التصاقات اكثر اما اللي مثلا الجرح القيصريه القديم لا التئم تماما عامل علامه صغير معناتها جسمها ما بيعمل ارتكاس احتمال التصاقات بتكون اقل طبعا ما فيني اعمم هي القاعده بس بتعطي فكره للطبيب يعني انا بفوت بلاقي مثلا جرح القيصريه القديم اسود بقول معناتها بدي اجهز حالي وممكن ما الاقي شيء صحيح بس يعني فكره بياخذ واحد فكره عنها. طيب خلينا نحكي عن عوامل الخطوره اللي بتاثر على عمليه الولاده ان كانت ولاده طبيعيه او ولاده قيصريه في كثير سيدات ممكن ينصابوا بشيء وقت الحمل او هن عندهم مرض سابق للحمل شو هي عوامل الخطوره هلا بالنسبه للولاده الطبيعي طبعا الطول الحامل اذا الطول اقصر طبعا هذا معناته في ضيق بالحوض هذا ممكن يعمل لنا تعثر ولاده السكر اذا كان عنده سكر ما هو مضبوط ابدا ممكن يعمل لنا مشاكل تعثر ولاده اثناء بعد ما خلصت المخاض كله وعاشت الفتره كلها بيطلع مثلا راس الجنين وبيعلق كتفه ليش لانه هي بتكون عندها سكر عالي فالجنين السكر اللي بفوت عند الجنين عالي فبيبلش بيخزن شحوم بكتافه فبالتالي بيطلع الراس فبصير خلع ولاده عند البعض احيانا هي يعني هي نادره الا اذا كان الولاده مقعديه بس المشكله بالولاده الراسيه اللي عندها سكر الكتف لما يعلق الكتف صراحه كارثه طبيه هي عرفتي القيصري هي اكثر شيء بنخاف منه هو التهاب الجرح هو هذا اكثر شيء مزعج للمريضه وخصوصا اذا كانت بدينه
دائما انا بقول انه البداني اذا نخلص منها اثناء الحمل هي كثير منيحه، يعني قبل ما تحبلي نزلتي وزنك كثير حترتاحي بالحمل. عرفتي؟ وفي شغله كان بدي احكي عنها يلي هي موضوع الولاده الطبيعي والقيصري والتجميل اثناء الولاده الطبيعي والقيصري. يعني بتيجي المريضه بتقلي بدي اولد طبيعي، وبنفس الوقت بدك نعمل تجميل من تحت، بدنا نرجع المنطقه ونضيق، او وحده عم تولد قيصري بتضيق عضلات البطن. هذا كثير خطا. ايه هذا خطا طبي كثير كبير. يعني نحن الجسم الحامل جسمه اثناء الحمل بيكون معبى بهرمونات الحمل، هرمونات الحمل مضاعفه في منا للالافات مضاعفه. ليش؟ لانه هاي الهرمونات بترخي العضلات، بتساعد على عمليه الولاده وعم بيهيئ جسم حاله للولاده. فانا بعد ما تولد هاي الحامل العضلات مرتخيه، ما انا اخذ الشكل الطبيعي، بدها فتره لترجع لطبيعتها. فانا عم بعمل عمليه تجميل وتضييق مثلا على عضلات اوريدي، ما انا اخذ الشيب المضبوط تبعها، مرتخيه وتعبانه. لا، بدي اعطيها فرصه على الاقل 3 شهور لتنسحب الهرمونات من الجسم، تعمل المريضه شويه رياضه والعضلات ترجع تكمش على بعضها، بعدين بالله تعال نعمل شد بطن او بنعمل والله تضييق مهبل. عرفتي؟ هي ملاحظه جدا مهمه، لانه هلا صارت موضه كمان. يعني مو معقوله، يعني انه كل ما نفوت على ولاده طبيعي ضيق لي، ما بينفع. بس هذا الدكتور ما بيعرف، رح روح لعند غيره. عرفتي؟ للاسف ما فينا، نحن بدنا نعمل الممارسه الصح بالعكس. حتى من المعروف منطقه البطن بدها فتره لتاخذ. دائما الكبار بيقولوا انه الوحده لازم تلبس مشد بعد الولاده سواء طبيعيه او قيصريه بفتره معينه. المشد اكبر غلط. غلط؟ اكبر غلط. المشد مشكلته انه المراه الحامل الرحم عندها كبير، بتلبس المشد بيضغط على الرحم، الرحم ما في مكان يروح عليه غير بينزل لتحت، فبتلاقي مثلا بعد ولادتين ثلاثه على المشد صار في عندها هبوط. ليش صار عندي هبوط ما عندي حدا؟ ايه لانه المشد، المشد ممنوع. كثير مهم من صح احنا هي النقطه، لانه شائعه انه سالنا عليها. تمام دكتور. يعني دكتور انت بتعتقد انه لازم نكون التعامل بشكل طبيعي، نترك كل شيء على راحته. بالضبط. ما نعمل شيء خارج ال، بس كمان المريضه عندها الحق انه تقول انا، يعني هي مدرجه بالاستطبابات الطبيه للقيصري. دكتور انا بدي قيصري. يا عيني قيصريه كذا، انا بدي قيصريه، خلاص منتهي الموضوع، هي صاحبه القرار. طب في حال طلبت قيصريه بموعد يعني ببدايه الشهر، وبصراحه هدول القصص يعني حالات شفتهم بالواقع. تمام. يعني بتروح لعند الطبيب ببدايه الشهر، انا تعبت ما بقى بدي دكتور، بدي اولاد، وبيولدها الطبيب. انت شو وجهه نظرك بهذا الشيء؟ لانه ممكن يولد الطبيب على بدايه التاسع، البيبي يطلع ما عم يتنفس، يفوت على الحضانه، يطلع لا سمح الله بشلل دماغي. عرفتي؟ ما أنا مضطرين. أما أنا لما طلع البيبي بالوقت الطبيعي تبعه لا سمح الله صار اختلاط، أنا كون عملت الصح. تمام. يعني ما عاد في علي مسؤولية. عرفتي كيف؟ هي الفكرة. ومو منطقي كمان والله، هلأ في منهم بيطلبوا والله بدي بتاريخ عيد ميلاد مثلا. أيوة فلان. تماما. إذا كان بوقت مناسب أكيد موضوع منيح، أما إذا كان أبكر بكثير أنا لا، بيعرض البيبي لخطر والتهاب جلد والتهاب بالعيون. عرفتي؟ مشان أنه والله غير عيد ميلاد لا طبعا لا أكيد. طيب دكتور، ملاحظة تانية وكمان هي يعني عم شوفها حاليا كثير عم نسمع عنها، اللي هي معضلة التجميل والحمل. إيه؟ إحنا بنعرف أنه دائما النصائح العالمية برغم كل الدراسات السيدة تبتعد عن الليزر، وخصوصا بالأشهر الأولى تعرض للليزر، تبتعد عن صبغة الشعر وما إلى ذلك. طبعا. هلأ صرنا تبعون التجميل بيقولوا لك لا لا ترد على الدكتور. تمام. ليزر ما بيأثر، بعمل لك ليزر عم سؤليتي. نحكي الموضوع بشكل واضح. هي يعني والصبغة في صبغة ما فيها مواد 100%. 100%. هاي فأنت رأيك العلمي والطبي. تمام. بكل بساطة هو هذا الرأي يعني واضح لكل الحوامل. الجنين بأول 4 شهور الجنين لسه عم بيكون أعضاء، يعني هو حبة البنادول بتفرق معه. يعني ما لازم تاخذ مع انه البنادول علميا وطبيا مصرح فيه يعني. عادي وفينا تاخذ بنادول، بس نحن كل ما خففنا ادويه على الجنين بس عم بيشكل اعضائه شوي شوي. يعني الغلطه الصغيره ممكن تعمل فتحه بالقلب. عرفتي؟ يعني ادويه الحساسيه مثلا ممكن تاخذها الحامل مره مرتين، اما وحده عندها عندها حساسيه مثلا كل الربيع تقعد تاخذ ادويه حساسيه مثلا 3 شهور البيبي بصير عنده شفة أرنب. شفت أرنب. لا كان. فدائما الأدوية بتنعطى بكميات صغيرة ولفترة قليلة. عرفتي؟ لنحمي البيبي. هلا بعد ما قطعنا 3-4 شهور صرنا بالشهر الخامس البيبي بقى بلش أعضائه عم تكبر أولموست اكتملت تقريبا. ساعتها ممكن نحن نتغاضى عن شوية أدوية ونعطيها إذا اضطرت. الليزر صراحة آخر دراسة بتقول إنه معلش. إنه شو بيعملوا؟ بيجيبوا 100 وحدة عم تعمل ليزر و100 وحدة ما عم تعمل ليزر. وبيشوفوا البيبيات بعد ما يولدوا زادت نسبة التشوهات ولا هون طلعت نفسها، بس مثلا الصبغة أكيد لا. صبغة مواد كيماوية عم تحطها بالشعر عم تفوت على الجلد عم يمتص الجلد، ممكن تنعمل بآخر الحمل. تمام. واحدة تعبانة نفسيتها وصارت بالشهر السابع تعمل حابة تتمكياج مثلا وتعمل شعر عادي. أول 4 شهور من حياة الجنين هدول كتير حساسين ومفصليين للجنين، بدنا نحاول نكون كتير حذرين فيهم. بس الليزر بشكل عام
ما في مشكله، هو ضربه على الجلد ما عم بيفوت شيء على الدم وعم بيوصل للجنين. عم بيقولوا انه الاشعه ممكن تاثر. حتى في انواع الدكتور من مستحضرات التجميل في اطباء بيحذروا منها انه ما تستخدمها كمان السيده الحامل، خصوصا بالاشهر الاولى وخصوصا المدري شو. انا كثير عم بيسالوني على الجلد كمان له ضرر هو لانه بينحط بجهاز كمان فيه اشعه. بالضبط دائما اول 4 شهور أي انا بمنع منعا باتا انا شخصيا، بجوز يكون امن. بعد 4 شهور بتسالني بقول لها هي اوكي، مثلا جيل وصاله على الاظفر، طيب جيل على الاظفر، الاظفر اساسا كيراتين ميت ما راح يمتص، عرفتي؟ فموضوع عادي، بس اول 4 شهور لا. يعني معلومات كثير مهمه دكتور. قبل ما نختم نصيحه بتحب توجهها لكل السيدات اللي عم يتابعونا اللي عم يتحضروا للولاده. هي نصيحه واحده، اي وحده حابه تحبل نصيحه انه تعمل زياره قبل الحمل. بس زياره طبيب قبل الحمل، مو ضروري زياره، بتعرف طبيب بتتصل فيه تساله انا بدي احمل بس. هذا وهي النصيحه المهمه اكيد دكتور. شكرا لك للمعلومات اللي قدمتها، اكيد بنتمنى السلامه والصحه للجميع. شكرا لك. شكرا لك دكتور حسام لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم.